يا صباح الخير يا اللي معانا السيدات والسادة متابعينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يا صباح الخيرات عليكم وأهلا بكم جميعا، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، حلقة نهاية الأسبوع، والحلقة إن شاء الله النهاردة لن تخلو من مجموعة من الأخبار الحلوة اللي تطمنا على اللي جاي. هنقول لكم التفاصيل ضمن سياق الحلقة أكيد. صباح الفل عليك يا نهوان. بونجورين يا كريم. صباح الفل وآخر الأسبوع خلاص. أيوة. وعشرة الصبح في الأهلي ومعانا أكيد مواضيع مهمة جدا، ولجنة الحكام والجديد وكلايتنبرج وإيه اللي جاي واللي هيحصل، وملف في غاية الأهمية طبعا، والأهلي والمصري وتاريخ المواجهات، والمفروض المتوقع النهاردة سير المباراة عاملة إزاي، الأجواء حتى دلوقتي للفريق بتاعنا عاملة إزاي. هيكون معانا طبعا مراسلنا العزيز فاروق صلاح من مقر الإقامة يطلعنا على أحدث وأجدد دلوقتي المستجدات وإيه اللي بيحصل والكواليس وكل اللي ما يهم حضراتكم أكيد إن أنتم تعرفوه عن الفريق الأول، وإن شاء الله خير. ولكن خليني أطمن حضراتكم إن التناغم ما بين الفريق الأول والفريق الشباب أكثر من رائع، الأجواء هناك أكثر من رائعة. امبارح كان في تقسيمه كل اللعيبه شاركوا فيها، يعني اللي عايز اطمنكم كمان على ارضيه الملعب استاد الجيش برج العرب حاجه اكثر من روعه، يعني اشاد بيها يمكن سواريش في لقائه الاخير واتكلم قد ايه الارضيه دي اكثر من رائعه، في صيانه تمت يا كريم على الارض، في اجواء كتيره وتفاصيل كتيره اكيد هنطلع حضراتكم عليها على مدار الحلقه. خليكم معانا.